سيكون معنا للتعليق والتحليل الدكتور محمد فايز فرحات، وهو مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور، لماذا هذه العملية تبدو بهذا التعقيد رغم الاعتياد المرتبط بالساعات والمرتبط بالأعداد؟ كيف تقيم هذه الحالة؟ نعم، يعني مساء الخير أولا. في الحقيقة طبعا يعني منذ أن بدأت الهدنة وقبل أن تبدأ هذه الهدنة الإنسانية يعني كان هناك تعقيدات شديدة، تعقيدات على الجانبين، على طرفي الأزمة أو طرفي الصراع، على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب أيضا الإسرائيلي. على الجانب الإسرائيلي كما نعلم كان هناك تباينات أو خلافات عميقة فيما يتعلق بجدوى الدخول في هدنة إنسانية أو جدوى يعني أو القبول من حيث المبدأ بتحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية من خلال المفاوضات أو من خلال الهدنة. البعض كان مازال يصر أو يتمسك بإمكانية تحرير المحتجزين عبر العمليات العسكرية في مواجهة وجهة نظر أخرى يعني قبلت بفكرة الهدنة الإنسانية بكل عناصرها بما تتضمنه من تبادل محتجزين وأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف العمليات العسكرية ووقف الرقابة الجوية. كل هذه الأمور هي أمور يعني كانت موضوع خلاف بين الجانبين. أيضا كان هناك جدال كبير حول طبيعة الفئات التي سوف يتم تبادلها، يعني حتى الفئات العمرية كانت موضوع خلاف. ثم ظهرت تعقيدات لوجستية، هي كما نعلم المحتجزين ليس كلهم لدى حركة حماس، هناك أيضا بعض المحتجزين لدى فصائل أخرى. كان كل هذه الأمور كانت موضوع خلاف، وبالتالي لم يكن من المتوقع أن تسير الهدنة الإنسانية بسلاسة بدون تعقيدات أو بدون مشكلات. لكن في مقابل كل هذه التعقيدات كانت هناك إرادة قوية لدى الأطراف الراعية لهذه الهدنة والتي وقفت وراء يعني الوصول إليها ووقفت أيضا وراء إنجاحها. كان في المقدمة مصر مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. الأطراف الثلاثة وقفت بإرادة قوية لإنجاح هذه الهدنة بعد الوصول إليها، وهذا مبني على قناعة أساسية بأن هذه الهدنة يجب أن تكون مقدمة للوصول إلى يعني وقف الإطلاق نار. وهذا ما يفسر أنه بالتوازي مع العمل على مواجهة كل هذه التعقيدات وهذه المشكلات، العمل أيضا في مسار متوازي ربما نتائجه لم تعلن حتى الآن، لكن بالتأكيد هناك يعني جهود ضخمة لمرحلة ما بعد هذه الهدنة الإنسانية، إما الدخول في هدنات إنسانية جديدة أو النقاش الجاد حول وقف الإطلاق النار. لأنه الهدنة الإنسانية ليست هي الهدف في حد ذاته، الهدنة الإنسانية هي مجرد يعني محاولة لتفكيك هذه الأزمة. هذه الأزمة وهذا الصراع هي أزمة شديدة التعقيد ومركبة جدا، وهناك تعدد كبير في الأطراف التي يعني المرتبطة بها، هناك تباين في المواقف الدولية. في الحقيقة نحن إزاء أزمة شديدة التعقيد. في أثناء حديثك دكتور محمد فايز فرحات، هذا المشهد المعتاد، ولكن ننتقل فيه من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح. كانت تمر في أثناء حديثك السيارات التابعة للصليب الأحمر الدولي الذي على ما يبدو أنه تسلم المفرج عنهم من المحتجزين لدى فصائل المقاومة العاملة داخل قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، تمهيدا إلى تسليمهم في عملية توالت واعتدنا على متابعتها إلى حين الوصول إلى الجانب الإسرائيلي. من ناحية العدد، هذا ما سنرصده في إطار هذه المتابعة الحية وأماكن الانتقال في مراحل لاحقة اتصالا بهذه العملية التفاوضية المعقدة في هذه الإنارة التي تبدو في أقصى الأفق في تمركز لهذه السيارات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تمهيدا لعملية التسليم والتسلم بين الجانبين طبقا للخطة المتفق عليها سلفا في هذه المفاوضات طويلة الأمد. إلى حين وضوح الصورة من هذه العتمة الليلية القادمة من قطاع غزة نستكمل هذا الحديث. ما هو منبت التعقيد الذي أشرت إليه دكتور محمد فايز؟ هل هو افتقاد الثقة بين الجانبين، الجانب الإسرائيلي وجانب الفصائل المقاومة، وبالتبعية سنين الخبرة المرتبطة بذات الأمر؟
صحيح، يعني هذا هو يعني الذي يقف في الخلفية في خلف كل هذه التعقيدات هي أزمة الثقة. لا ننسى أنه تم التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية رغم أنها أقل من الطموح المصري، الطموح المصري أبعد بكثير من مسألة الهدنة الإنسانية، لكن كما أشرت قبل ذلك الهدنة الإنسانية كانت محطة من المحطات التي عملت عليها مصر لتفكيك هذه الأزمة. كانت المحطة الأولى هي الوقوف أمام فكرة التهجير القسري، ثم العمل على يعني إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وهذا ما تم بالفعل قبل الوصول إلى هذه الهدنة الإنسانية وأثناء العمليات أو أثناء يعني العدوان الإسرائيلي على القطاع. ثم جاءت الهدنة الإنسانية في رأيي تمثل المحطة الثالثة في التفكيك هذه الأزمة من جانب مصر. لكن حتى نفهم كيف تعمل هذه الهدنة في أجواء شديدة التعقيد، فيعني نأخذ فيها الاعتبار أنها جرت أثناء عدوان ضخم من جانب الجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سقوط أعداد آلاف من الضحايا.